لأن الذي يسمع السب والاستهزاء أنت واحد من اثنين، إما أن تنكر أو تخرج. إذا سكت بقيت فتحت القناة وبدأت تتفرج على سب الصحابة. يا أخي نعم، من يسب الصحابة اليوم يرسلوا لك مقاطع وسب أم المؤمنين عائشة وأنت تنظر. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم. كيف ترضى وتسمع سب أم المؤمنين عائشة يا أخي رضي الله عنها؟ لو أرسل لك سب لأمك ترسل لي وتقول اسمع ما يقال في أمي؟ إخوانا لابد نتقي الله في هذه المقاطع إخوانا. وكيف ترسلها؟ سب الصحابة، سب أمهات المؤمنين، سب السلف، سب الأئمة، سب الإمام البخاري، سب الإمام أحمد، كيف تسمع لهذا؟ لا تسمع أبدا، ما يمكن أن نسمع لهذا السب إخوانا، ولا تسمع ولا ترى.